السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الولادة ومراحلها، لي زيتاب دو لاكوشمون، صفحة 66 وصفحة 67، دائما مرجع فضاء النشاط العلمي للسنة السادسة من التعليم الابتدائي. غادي نبداو بأتساءل وأفترض. أحست مريم وهي حامل حملها الأول بوجع في البطن، راودها طوال الليل على فترات متقطعة، أخذها زوجها إلى مستشفى الولادة، وبعد فحصها قرر الطبيب إبقائها في المستشفى. علاش؟ لأنه وصل أو حان وقت الولادة. إذا هنا غادي نطرحوا السؤال، ما هي الولادة؟ إذا هذا هو سؤال تقصي، ما هي الولادة؟ ولا سولتكم شنو هي الولادة بالنسبة لكم، غادي تقولوا لي خروج الحميل. تو سامبلومون خروج الحميل، هذاك الحميل اللي كان في الرحم ديال الام تيخرج، هذه هي الولاده بالنسبه لكم. ولكن الى مشينا للنشاط الاول وبغينا نتعرفوا على لي زيتاب اون ديتاي ديال الولاده، اكيد فهناك يعني مراحل، ماشي غادي يجي وغيخرج هكا يعني في واحد لابس دو طون، واحد لحظة زمنية وغادي يخرج. إذن أكيد كاينين مراحل، كاينين يعني أشياء اللي تتسبق الخروج وأشياء اللي كتجي من بعد ما كيخرج هذاك الحميل. إذن أحلل الرسوم وأناقشها شفهيا ثم أجيب في دفتر التقصي. عندنا ألف، لاحظوا معي بداية اتساع عنق الرحم، هذاك لوكول دو لوتيروس كيبدا تيوسع. السائل السلوي، شوفوا معايا السائل السلوي تبدا تخرج، دونك خروج هذاك السائل السلوي من بين العلامات ديال بدايه ولا دخول وقت الولاده. شوفوا معايا باء، خروج الحميل، اذا سورتي دو فيتوس كيبدا من الراس، ومورا ما تيخرج هذاك الحميل فخصنا نتخلصوا، كتجي واحد ليطاب الثالثه اللي كتسمى لا ديليفرانس، اللي هي طرد المشيمه ولا الخلاص، كنحيدوا هذيك المشيمه وهذاك الحبل السري. الف، اصف تموضع الحميل لفتوس داخل الرحم واتجاه رأسه الرسم ألف. إذن تموضع الحميل، إذن تموضع الحميل، إذن يتجه رأسه نحو عنق الرحم، يتجه رأسه نحو عنق الرحم، إذن غنقولو يتجه عنقه نحو أو رأسه، إذن عفوا، إذن هنا يتجه رأسه، الرأس ديال الحامل هو اللي كيتجه نحو عنق الرحم، نحو عنق الرحم. باء، يوضح الرسم باء هنا خروج اتساع عنق الرحم، أبين دور هذه العملية في خروج الحامل. إذن عندما يتسع عنق الرحم فهو يسمح للحامل بالخروج بسهولة، إذن الدور ديال الاتساع هو السماح، السماح للحميل بالخروج بسهولة، بسهولة، لأنه إلا ما اتسع هذاك العنق منين غادي يخرج هذاك الحميل، فأكيد خص هذاك العنق ديال الرحم تيبدا تيوسع باش يقدر يخرج هذاك الحميل. جيم، يشير الرسم جيم إلى تخليص الأم من المشيمة لبلاسونتا بعد تقطيع الحبل السري من طرف المولدة لساج فام. وضح لماذا تعتبر هذه العملية ضرورية في كل ولادة، وأستنتج ما يمكن استنتاجه. إذن ملي تخرج الحامل فلا بد من قطع الحبل السري وطرد المشيمة. علاش؟ لأن المشيمة الآن ما عندها حتى شي وظيفة، إذن ما صافي دابا الحامل ولا الوليد، دابا نهضروا على وليد، ملي تخرج ما كيبقاش حامل تيتسمى وليد، دابا الوليد فهو غادي يتنفس تنفس رئوي وغادي يعني يبدا يقتات عن طريق الحليب ولا اللبن ديال الام ديالو. اذا هنا فغادي نقولوا بان تعتبر هذه العمليه ضروريه في كل الولاده. لماذا؟ المشيمه لا وظيفه لها بعد الان، المشيمه لا وظيفه لها بعد الان، دابا بقى عندها حتى شي وظيفه، صافي سالات المهمه ديالها بخروج المولود ولا الوليد. اذا استنتج ما يمكن استنتاجه. اذا هنا غادي نستنتجو بان مراحل الولاده فيها ثلاثه ديال المراحل، اذا مهمين خصنا نحفظوهم لانهم غالبا تيكونوا في الامتحانات. اولا
اتساع عنق الرحم. اذا ساهلين اتساع عنق الرحم، عنق الرحم، ثم خروج الحميل، خروج الحميل، طرد المشيمة ولا الخلاص. طرد المشيمة هي المرحلة الثالثة ولا ليطاب الثالثة، طرد المشيمة. الآن غادي نتعرفوا الاحتياطات الواجب اتخاذها خلال عملية الولادة. أكيد فهذيك المرة فاش تكون كتولد ضروري خصنا يعني من طرف المولدة ولا حتى من طرف الأم كيكونوا واحد مجموعة الاحتياطات. إذا بلغ عدد المواليد في المغرب حسب إحصائيات 2014 600,000 مولود سنويا، توفي منهم 12,000 وأصيب 24,000 بالإعاقة وفارق الحياة 700 أم أثناء عملية الولادة. وفي مواجهة هذه الوضعية نصح الخبراء باحتياطات أو باحترام الاحتياطات الأساسية للحياة التي يمكن أن تؤدي اتباعها إلى إنقاذ 75% من الأطفال حديثي الولادة. إذا الاحتياطات هما عدوا عندنا 4 ديال الاحتياطات واللي كيتسموا الحركات الأربع. حركات أو احتياطات النظافة، التنفس، الرضاعة الطبيعية والحرارة. غادي نكتشفوا الدور ديال كل حركة وشنو هما يعني يعني الأهمية ديالها. إذا ألف استخرج الاحتياطات الأساسية الواجب اتخاذها عند الولادة من الوثيقتين الثالثة والرابعة. إذا الاحتياطات هما هادو. إذا عندنا النظافة، نظافة اليدين وتعقيمهما من طرف المولدة أثناء التوليد، الرضاعة الطبيعية وذلك من خلال خلق تواصل بين المولود وثدي أمه في نصف الساعة الأولى من ولادته وذلك لمنع الالتهابات والحساسيات التي قد تصيب المولود كما أنها تحمي الأم من النزيف، توفير حرارة مناسبة 37.5 الفضاء الذي يحتضن الولادة تتناسب وحرارة أحشاء الأم التي كان الرضيع بها وهو جنين وعدم تركه مبتلا بحيث يجب الإسراع بتجفيف جسده إذ لو ترك لمدة 3 دقائق لتدهورت صحته، أما في حال تركه لمدة 7 دقائق فإن الموت يكون مصيره. إذا من اللي تخرج هذاك المولود ففي الحال كيتم التجفيف ديال الجسم ديالو ونحطوه في واحد الدرجة ديال الحرارة تكون 37.5 علاش؟ لأن هي اللي كان في الجسم ديال الأم، إلا نقصات ولا خلينا 7 دقائق غادي يموت. ثم مسح أنفه وإزالة الأوساخ لتسهيل عملية التنفس. إذا هنا ملي كنهضروا على التنفس كحركة رابعة، خاصة أن ما بين 5 و10% من الأطفال لا يتنفسون عند الولادة وهو يتطلب أولا الضرب على قدمي الرضيع والمسح على ظهره ما يساعده على استرجاع التنفس بكيفية سليمة، مع العلم أن 1% من المواليد يكونون في حالة إنعاش. إذا هنا خصنا نلتزم بهذه الحركات الأربع. إذا أوضح كيف يمكن تنفيذ كل حركة من الحركات الأساسية الواردة في الملصق لإنقاذ الأطفال من الموت أو الإعاقة. إذا عندنا هذا الجدول اللي كي يلخص لنا هذه الحركات الأربع. النظافة، كنهضروا على نظافة يدي المولدة وتعقيمهما للوقاية من الجراثيم والعدوى ونظافة الأم وتعقيم أداة قطع الحبل السري. التنفس، إزالة الأوساخ والشوائب من فم الوالد وأنفه لتسهيل التنفس تجنيبا له من كل احتمالات الاختناق. الرضاعة، رضاعة طبيعية من الثدي ليكسب المناعة والوقاية من الأمراض والحساسيات ووقاية الأم من النزيف لمدة 6 أشهر على الأقل. الحرارة، توفير الحميمية للمولود بعد خروجه من بطن أمه والمقصود بذلك أن يظل المولود قريبا جدا من حرارة بطن أمه ويتم ذلك بالحرص على إحداث التلامس والاتصال المباشر بين جلد الأم وجلد والدها أو بين جلد الوالد وأبيه. هذا الاتصال الحميمي يعني طريقة الكنغر يقلل حسب الخبراء نسبة الوفيات من في صفوف الأطفال حديثي الولادة بنسبة 40%. إذا داكشي علاش كياخذوا هذاك البيبي وكيحطوه على الصدر ديال الأم ديالو باش يكون هذاك الاتصال الحميمي وتذاك الطفل يحس بأنه يعني مازال باقي هذاك الاتصال بينه وبين الأم ديالو. إذا هادو هما الأجوبة. الآن غادي نمروا للأستخلص. إذا خلاصة الدرس بالنسبة للولادة، إذا دائما ناخذ الخلاصه على اللي في الكتاب المدرسي. اذا الولاده هي عمليه خروج الحامل الناضج القابل للحياه خارج رحم الام. تشمل الولاده الطبيعيه 3 مراحل هي اتساع عنق الرحم، نزول وطرد الحامل من الرحم، ثم طرد المشيمه اللي هي الخلاص. في كل عمليه ولاده يجب ان تتخذ حركات اساسيه 4 هي النظافه، نظافه الام ويدي المولده ولا الطبيب، الحراره، تجفيف الرضيع ووضعه فوق صدر امه طريقه الكنغر، التنفس ومسح وإزالة الأوساخ من أنف الوالد وفمه لتسهيل عملية التنفس، ثم الرضاعة الطبيعية من ثدي الأم لمدة 6 أشهر على الأقل. دونك لاكوشمون اي لاكسيون دو ميتر موند ان بيبي. لاكوشمون كومبرون 3 فاز،
la dilatation du col de l'utérus, l'expulsion du fœtus, la délivrance, l'expulsion du placenta de l'utérus. Lors de l'accouchement, il faut faire quatre gestes essentiels. L'hygiène, nettoyer la maman et se laver les mains. La chaleur, sécher le bébé et le mettre sur la poitrine de sa maman. Peau contre peau, la méthode kangourou. La respiration, aspirer la bouche du bébé et son nez encombré par les sécrétions pour faciliter sa respiration. Et finalement, l'allaitement maternel, donner le sein au bébé pendant au moins 6 mois. Donc voilà. غادي ندوزو دابا للاسئله الخاصه بتطبيق واستثمار. اذا السؤال الاول، اذكر اربع احتياطات تتخذها المولده خلال عمليه الولاده. اذا الاحتياطات اللي كتاخذهم المولده خلال عمليه الولاده، اذا اول احتياط اكيد هو النظافه، اذا ضروري من النظافه، ثم التنفس، رضاعه طبيعيه، والحراره. اذا النظافه، اذا التنفس، نقي الانف والفم ديال المولود، الرضاعه الطبيعيه، نساعدوا الام باش انها ترضع المولود ديالها، ونحافظوا على الحراره ديال المكان اللي خصها تكون في نفس درجه حراره الاحشاء ديال الام. وبين لماذا تعقم او تعقم اداه تقطيع الحبل السري. اذا علاش كتعقم؟ لاخلائها. اذا غادي نجاوب بالنسبه للسؤال الثاني. إذا السؤال الثاني، لإخلائها من الجراثيم، لإخلائها من الجراثيم. هاد الجراثيم ممكن أنها تعادي للوليد التي قد تعدي الوليد بأمراض خطيرة. السؤال الثالث، أفكر ثم أجيب، لماذا تتطلب ولادة طفل بشري عناية أكبر من التي تتطلبها ولادة صغير عند باقي الثدييات؟ إذا لأن الأم تتكون يعني ما قادراش يعني تقوم بالعناية يعني بالطفل ديالها ولا المولود ديالها، فأكيد ضروري من عناية يعني أكبر. أما مثلا ناخذ مثلا البقرة، فهي ملي تتولد فهي تتوقف وتتقوم يعني بدون مساعدة أنها تترضع هذاك العجل ديالها، يعني تنظف الجسم ديالو بوحدها، يعني تقوم بالتجفيف ديال الجسم ديالو. هنا الام تتكون هي في البنيه الجسمانيه ديالها ضعيفه، يعني تكون بذلت واحد المجهود كبير خلال مرحله الولاده، فتصعب عليها انها دير هاد الحركات هادو بوحدها، او لا نقدروا نقولوا كيستحيل عليها انها يستحيل انها تقوم بالتنظيف ديال النفس ديالها، وتعقم يعني وتقطع الحبل السري ديال الطفل ديالها، يعني دير الرضاعه الطبيعيه، وهي اصلا في حاله نزيف وفي حاله يعني تعب تام، ممكن انها تعرض للاغماء مراء العمليه ديال الولاده. اذا الطبيعه البشريه، اذا فالانسان كيكون ضعيف في هذيك المرحله. نمشيو السؤال الرابع، جو رومي دون لوردر لي زيتاب دو لاكوشمون. دونك عندنا دونك ا كوبور دو كوردون امبيليكال اي اكسبولسيون دو بلاسانتا، ديال المرحله الاخيره، سورتي دو لا تيت افون لو ريست دو كور، ديلاتاسيون دو كول دو ليتيروس بور فاسيليتي ليكسبولسيون دو نوفوني، ريسبيراسيون دو لير بار لي بومون دو نوفوني. دونك دونك بيان سور بالنسبه لل الاول اول دونك مرحله هي ديلاتاسيون دو كول دو ليتيروس بور فاسيليتي ليكسبولسيون دو نوفوني. اولا اتساع عنق الرحم هي الاولى، بوي سورتي دو لا تيت رقم 2 دو لا تيت افون لو ريست دو كور، بوي ريسبيراسيون دو لير بار لي بومون دو نوفوني، دونك 3، et finalement coupure du cordon ombilical et expulsion du placenta رقم 4. هادو هما الاجوبه الخاصه بهذا الدرس. الفيديو الجاي ان شاء الله غنشوفوا التقويم والدعم. كونوا في الموعد، الى اللقاء.